ان انا بسم الله الرحمن الرحيم الاول طبعا بهني الدوله وبهني الشعب المصري بالافتتاحات اللي احنا عملناها النهارده، وبشكرك يا كامل وبشكر كل الناس اللي اشتغلت معاك سواء كان داخل الوزاره او الشركات اللي قامت بالجهد الكبير ده. وانا يمكن عايز اقول في الظروف اللي احنا موجودين فيها ديت ان احنا لم نتوقف ابدا على العمل، ويمكن كامل قال ان احنا في 41,000 كيلومتر طرق داخليه بتاعت حياه كريمه. كنت اتمنى ان احنا يعني نبقى نشاور عليها كامل، لان ده موضوع احنا بنتكلم على 1500 قريه. انا عارف قالوا لي 20 دقيقه ومش بنزلش عشان كده، واحنا لما بديك الوقت ما بيكفيش يعني. فالمهم على كل حال اقصد اقول ان ال 41,000 كيلو دول احنا بنتكلم على طرق داخليه داخل القرى كانت حالتها بتبقى صعبه جدا جدا والحركه عليها صعبه جدا جدا، ولكن دي كمان من ضمن الحاجات اللي تم تنفيذها. وان شاء الله برضو باكد تاني مع نفسي ومع الحكومه وللمواطنين ان احنا بنتكلم ان برنامج او مبادره تحيا مصر لبقيه القرى سواء المرحله الثانيه او الثالثه، احنا مصرين رغم الظروف الصعبه جدا اللي بتمر بالمنطقه ان احنا نكمل البرنامج ده ان شاء الله. ودي كلمتنا كدوله لاهلنا في الريف المصري اللي هم ال 3000 قريه وتوابعهم، ان احنا ان شاء الله مستمرين في هذا العمل. لكن يمكن الامور ما تبقاش بنفس المعدلات اللي احنا كنا شغالين بيها، لكن احنا مستمرين في هذا العمل يعني. اللي احنا شفناه النهارده واللي اتعمل ده هو جهد الدوله المصريه وجهد وزاره النقل في ان هي مش تحسن مستوى الخدمه، لا ده هي قطاع كان مهمل على مدى عشرات السنين اللي فاتت وما كانش طرف ابدا مننا ان احنا يعني نقول ايه ان ده ما كانش ممكن يتعمل. يعني ممكن حد يناقش يقول ال 2 تريليون اللي الفريق كامل بيتكلم عليهم كان ممكن يتحطوا في حاجه تانية. كلام مهم نسمعه ونتناقش عليه، لا ما كنتش اقدر لو كنا احنا بنتكلم على ان احنا نجهز بلدنا اولا لخدمه مواطنيها ثم لخدمه الحركه بتاعت دولة عايزة تنمو لمية 106 مليون دلوقتي ويمكن أكتر. إزاي هنقدر نعمل ده وإحنا الضروريات والأساسيات القديم كان يعني خرج من الخدمة مش كده يا كامل؟ طبعا. والجديد مش موجود خالص. فكان لابد إن إحنا ننفق الإنفاق الكبير قوي ده اللي ممكن يبقى فيه نقاش كبير قوي